سنوات نحن مواصلين في التطور، وأي تطور بالنسبة للشعب بالنسبة للعالم الخارجي ينقاس بكل شيء، ينقاس بمستوى الأندية، بمستوى العصب، ينقاس بالبنى التحتية، ينقاس بكل شيء. لكن القياس الأول يخرص به هو المنتخبات الوطنية. منين يخرصوا المنتخبات الوطنية؟ يخرص المنتخب الوطني الأول. المنتخب الوطني الأول الحمد لله واصل في النجاح، تأهل للمرة الثالثة لكأس إفريقيا للأمم.